يسعد صباحكم أعزائنا متابعي مسك، تحية طيبة لكم من وين ما كنتوا عم تحضرونا وتتابعونا. حلقة جديدة من برنامج جامعتي، البرنامج اللي بيهتم بمتابعة آخر أخبار الدراسة الجامعية بتركيا. طبعا أكيد البرنامج يلي هو بيرصد وبيستعرض أهم الامتيازات اللي بتقدمها الجامعات للطلاب الأجانب وحتى الطلاب العرب الراغبين بمتابعة تعليمهم. بنأكد كمان أنه البرنامج بترعاه مؤسسة يونايتد التعليمية، المؤسسة الرائدة بمجال الاستشارات التعليمية والجامعية. اليوم بحلقتنا، الحلقة الثالثة من برنامج جامعتي، راح نحكي عن موضوع كتير مهم وهو موضوع برامج التبادل الطلابي بالجامعات التركية. راح نستضيف الأستاذ محمود نجار وهو المرشد الأكاديمي بمؤسسة يونايتد التعليمية ليحكي لنا عن أهم برامج التبادل الطلابي الموجودة بالجامعات التركية. كمان حينضم لنا الأستاذ لاحقا طبعا الأستاذ أمين ديفرين فيدان وهو مسؤول بقسم الطلاب الأجانب بجامعة قبرص للعلوم. بالبداية كمان بدي أذكركم متابعينا أنه أي حدا حابب يستفسر ويسأل مؤسسة يونايتد أي سؤال، فريق مؤسسة يونايتد حيتابع الموضوع عبر السوشيال ميديا وصفحاتهم في على الفيسبوك ويوتيوب. بالبداية بدي رحب فيك أستاذ محمود، أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك أنسة، هلا مشكورة كثير للاستضافة وتحية لكل المستمعين والمشاهدين. ميت أهلا وسهلا فيك أستاذ محمود. بالبداية بدي بلش بلب حلقتنا لليوم وهو أكيد في كثير من الأشخاص اللي عم يحضرونا ويتابعونا بدهم يعرفوا شو يعني برامج التبادل الطلابي، ولو نحكي شوي نشرح هاي الفكرة أكثر لنوضحها للمستمعين والمتابعين. برامج التبادل الطلابي هي البرامج اللي بيتم من خلال السماح للطلاب طلاب الجامعات بدراسة فصل سمستر واحد أو سنة دراسية خارج جامعاتهم وخارج بلدانهم الأصلية. يعني مثلا طالب عم يدرس في إحدى الجامعات التركية فيه يدرس لمدة سمستر أو لمدة سنة في جامعات أوروبية، وبنفس الوقت يسمح لمن طلاب خارج تركيا تجي تدرس في الجامعات التركية أيضا لمدة سنة أو لمدة سمستر. فهو تبادل بين الطلاب، بيتم عقد هاي الاتفاقيات أو برامج التبادل الطلابي من خلال عدد من الجامعات من مختلف الدول. في طبعا اكثر من نوع لهي البرامج، في برامج مثلا ضمن داخل تركيا، وايضا في برامج مشتركه مع الاتحاد الاوروبي، وفي برامج مشتركه ايضا مع او شركاء الجامعات تكون من كافه دول العالم. جميل جدا هذا الكلام. طيب اذا بدنا نحكي نحن عن فائده اللي ممكن يخوضها او الفائده اللي ممكن يحصل عليها الطالب نتيجة خوضه لهي التجربة ودخوله ببرامج التبادل الطلابي. هو تجربة يعني التبادل الطلابي بترجع بكثير من الفوائد على الطالب. أحد الفوائد مثلا نحن نقسمها، مثلا نحكي على المستوى النفسي. طالب أكيد يعني عم يدرس خلال السنوات الدراسية بنفس الروتين بنفس السيستم بنفس الجامعة، تجربته أنه يطلع يجرب في بلد جديد رح تلون حياته الجامعية. رح ممكن أحد الطلاب مثلا بيقول أنه أنا تعلمت أو طلعت سياحة على أحد الدول، على الطابع النفسي راح تنعكس اكيد على ادائه في عمليه التعليم بس يرجع لبلده الاساسي. على الطابع الثقافي او على الصعيد الثقافي اكيد في له كثير فائده، انه راح الطالب يزيد اولا من تعلمه للغه الانجليزيه، وايضا امكانيه انه يتعلم لغه جديده بالضبط، لغه يعني البلد حتى الجديدة. لغه مختلفه ممكن مو شرط تكون لغه انجليزيه بالضبط، يعني لغه البلد اللي راح يطلع عليها. نعم. لربما راح يضل سنه كامله فبيتعلم لغه جديده. صحيح. ايضا راح يتعرف على ثقافه جديده، ثقافه البلد اللي راح يطلع عليها. راح يتعرف على اصدقاء جدد. هذا الموضوع كله بيرجع عليه بالفائده، الفائده على المستوى الثقافي. على المستوى المهني ايضا بتزيد فرصة الطالب أو بتحسن من السيرة الذاتية للطالب وبتساعده بتحسين فرصه. صح. بعد ما يتخرج من الجامعة لربما يكون في عنده فرص إضافية يستفيد منها. فيعني فوائده جيدة بصراحة، يعني هي متعددة مثل ما ذكرت، متعددة على الصعيد النفسي، على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد المهني. تمام. وحتى على الصعيد السياحة إذا فينا نحكي إنه السياحة الطالب أيضا أحد الطلاب يعني يطلع، وكل معظم الطلاب يعمل لك مثلا خليني أطلع سنة دراسية هي لحتى أدرس، وهي بنفس الوقت سياحة. نعم. مو غلط أبدا يعني. بالضبط. هو طالب انه يدرس ويرجع اكيد مو غلط، بتلون حياته الجامعيه مثل ما حكينا وبيرجع اكيد بترجع عليه بالفائده يعني. صحيح. طيب هلا اذا بدنا نحكي استاذ محمود بنجي على ارض الواقع، شو هي يا ترى اهم برامج التبادل الطلابي الموجوده بالجامعات التركيه؟ يعني في كثير هلا من الاشخاص اللي عم يسمعونا بدهم يعرفوا شو هي البرامج التبادل الطلابي المتاحه للطلاب العرب والاجانب بالجامعات التركيه. عندنا ثلاث برامج. في عندنا برنامج إيراسموس للتبادل الطلابي، هذا تم تأسيسه من قبل الاتحاد الأوروبي. في عنا برنامج اسمه ميفلانا،
هذا تم تأسيسه من قبل وزارة التعليم العالي التركية. وأيضا في عنا برنامج اسمه الفارابي أيضا تم تأسيسه من قبل وزارة التعليم العالي التركية. هذه الثلاث برامج متاحة في الجامعات التركية. يعني معظم الجامعات التركية بيكون في عندهم ثلاث مكاتب داخل كل جامعة تابعة لهي البرامج. تحت مسمى برنامج الفارابي، برنامج مثلا إيراسموس التبادل الطلابي، أو برنامج ميفلانا. تمام. طب هلا نبلش ببرنامج بالبداية. برنامج إيراسموس، شو هذا البرنامج؟ نعرف شوي عنه ونحكي تدريجيا النقاط الأساسية فيه. برنامج إيراسموس هو طبعا تم تأسيسه من قبل الاتحاد الأوروبي سنة 1987 ميلادي. بيضم أكثر من 4000 جامعة من أكثر من 33 دولة أوروبية أو غير أوروبية، أحداهم طبعا تركيا. أكثر الدول اللي بيستقبل الجامعات التركية، إذا نحكي مثلا من خلال برنامج إيراسموس، أكثر الدول يلي بتصدر لها طلاب هي دولة، أول شيء كانت بالصدارة فرنسا، ومن ثم هولندا، ومن ثم بولندا، ومن ثم إيطاليا. فرنسا كانت الرقم واحد تصدير للطلاب الأتراك لحتى يدرسوا في جامعاتها. طبعا بيسمح البرنامج، يا ترى بيصير تبادل كمان بهالحالة الفرنسيين طبعاً من فرنسا، من جامعات فرنسية بيجوا طلاب لحتى يدرسوا بالجامعات التركية. جميل. بيسمح طبعا هذا البرنامج إنه يدرس الطالب سمستر مثل ما حكينا، أو سنة كاملة. هو سمستر بس لكن قابل للتمديد حتى يصير سنة دراسية كاملة. سمستر فصل. تمام. سمستر هو فصل واحد. فصل واحد. نعم. ممكن يصير سنة دراسية واحدة بيطلع عليها الطالب. طبعا لازم تكون الجامعة شريكة في هذا البرنامج الإيراسموس. جميل جدا. طيب هلا يا ترى في تكلفة لهالعملية؟ يعني حيكون في دفع للطالب للجامعة لحتى يقدر ينضم لهذا البرنامج، وخاصة برنامج إيراسموس؟ بالنسبة لموضوع الدفع له، هو بيكون ممول، ما بيدفع أي شيء. فقط الطالب إذا كان في عنده رسوم دراسية في جامعته الأصلية، مطلوب إنه فقط يسدد رسومه الاعتيادية. نعم. مثلا عم يدفع، بيسجل مثلا بجامعة حكومية مثلا عم يدرس مجانا مثلا، فما راح يدفع شيء. إذا كان عم يدرس في جامعة خاصة مثلا عم يدفع رسوم، فلازم يدفع رسومه الدراسية الاعتيادية فقط. بالإضافة لهذا الشيء راح يتم تمويله، أو في راح ياخذ راتب شهري. معناتها فينا نقول بيندفع له. نعم. يعني بيندفع له. مو بيدفع الطالب. بيندفع له راتب شهري بحسب المستوى الدولي الاقتصادي اللي رايح عليها الطالب. نعم. يتراوح الراتب بين 300 إلى 500 يورو. يورو. شهريا طبعا. بالإضافة لموضوع السكن، هو راح يكون من حساب الطالب، لكن الجامعة المستضيفة بتساعده بإيجاد السكن القريب من جامعتها. يعني بتسهل هذا الموضوع بأنه يجد منزل أو يجد سكن. يعني هو السكن مؤمن بس ولكن من حسابه. بالإضافة راح يأخذ راتب مثل ما حكينا بين 300 إلى 500 بحسب الدولة، بحسب مستواها الاقتصادي والمعيشي الدولة المستقبلة طبعا نحكي عنها. تمام. طيب أستاذ محمود، إذا بدنا نحكي يا ترى مين هنا الطلاب يلي بحق لهم الانضمام لهذا البرنامج أو التسجيل بهذا البرنامج، برنامج إيراسموس؟ يا ترى في شريحة معينة، أعمار معينة، شروط معينة؟ هلا هو كل الطلاب في الجامعات التركية، سواء كان عم يدرس معهد سنتين أو بكالوريوس أربع سنوات أو ماستر أو دكتوراه بكل الدرجات العلمية، ممكن إنه يطلع يعمل يحصل على هاي الميزة من الجامعات. لكن في شروط، يعني في شروط طبعا لابد إنه يكون في شروط، وفي مفاضلة أيضا. يعني طالب يقدم ولكن ممكن يقبل ممكن ما يقبل بحسب إمكانيته، بحسب هاي الشروط يلي تم تحقيقها. معناتها في مفاضلة، هي أكيد من نأكد عليه، هذا الشرط أساسي. هلا هي في مفاضلة، يعني مثلا بيتقدم 15 طالب، فأنا مثلا بياخدوا أفضل 10 أو أفضل 5 بحد الأعداد يلي راح يتم إرسالها للجامعة. والتفاضل التانية حيكون حسب المعدلات. حسب المعدلات. هلا هو نحكي بالشروط. الشرط الأول هو شرط اللغة الإنجليزية. نعم. بالنسبة لبرنامج إيراسموس لازم الطالب يعمل اختبار لغة إنجليزية قبل ما يطلع. معدله في هذا الاختبار بيساهم 50% بنسبة قبوله لحصوله على فرصة السفر. نعم. يعني اختبار اللغة الإنجليزية مهم جدا ومعدله. هلا هون في طلاب بيقول لك مثلا عندي شهادة توفل اي بي تي. بالضبط. هذا السؤال بصراحة بدي بالنسبة للإيراسموس لا، لازم يعمل اختبار إجباري. يعني معدله في الاختبار عفوا، يعني معدله في الاختبار بيساعده لحتى كل ما زاد معدله في الاختبار كل ما زادت فرصته أكثر بالسفر. بالنسبة أيضا في شرط المعدل، إذا كان في حال البكالوريوس لازم يكون معدله لا يقل عن 2.2 من 4. من 4 2.2. نعم. وإذا كان طالب ماجستير لازم ما ينزل معدله عن 2.5 من 4. تمام. فهذا كمان لازم يكون هيك. بإضافة إلى سنوات الإنجاز، لازم يكون طالب البكالوريوس أو المعهد، معهد السنتين لازم يكون، أو الماجستير إذا نحكي، لازم يكون خلص سنة دراسية واحدة على الأقل. نعم. تمام. يعني هو بيقدم بحسب معدله الجي بي اي تبعه، بحسب علامته بالاختبار بتكون فرصة قبوله. ايوه تمام. والقبول المفاضل هي قولا واحدا باي مثلا سواء بكالوريوس او حتى ماستر، لازم يكون انهى سنة واحدة على الاقل من دراسته بالاختصاص اللي هو فيه. طبعا. لازم يخلص سنة دراسية سواء كان ماستر او بكالوريوس، وبيقدم بعدين بيحصل على فرصة قبوله بحسب امكانياته، بحسب علامته، معدله في امتحان اللغة الانجليزية، وايضا في معدل الجي بي اي تبعه. يعني بيساهم معدل الجي بي اي 50% من نسبه قبوله،
وبيساهم نتيجة الاختبار تبعه 50% من نسبة قبوله. تمام. على هذا الأساس بيتم المفاضلة واختيار الطلاب اللي راح يقبلوا بالسفر. جميل جدا، هذا الكلام كثير مهم بصراحة. هذا برنامج إيراسموس، طبعا مثل ما حكينا أنه هو تأسس من ضمن دول الاتحاد الأوروبي، وحكينا الدول الأكثر استقبالا الطلاب الأتراك. تمام أكيد. أستاذ محمود، نحن رح نكمل ببقية البرامج، لكن متابعينا رح نروح لفاصل صغير وبعده بنرجع لنكمل حلقتنا. جامعتي برعاية مؤسسة يونايتد التعليمية. طريقك للنجاح يبدأ من هنا. مؤسسة يونايتد التعليمية نقوم بتوفير القبول مجاناً في أقوى الجامعات التركية الخاصة، وبخصومات تصل لغاية 75% على الأقساط الدراسية. استشارة مجانية وفريق مختص بانتظارك. نستقبل الطلبة من المطار ونجهز كافة الأوراق من إقامة وتأمين صحي وسكن جامعي عند الحاجة. 0212 912 3 39. يونايتد التعليمية، طريقك للنجاح يبدأ من هنا. شركة الحريري، نصنع لكم كافة خطوط الإنتاج والمكان للمصانع والمعامل. نجهز المطاعم والفنادق من الألف إلى الياء. منتجاتنا جابت مدن العالم. فريق مختص في خدمتكم مع كفالة على منتجاتنا ودعم لوجستي مجاني. الحريري لصناعة خطوط الإنتاج الغذائية والكيميائية والدوائية. الحريري اسم يعني الثقة. 0555 055 1099. إذا كنت لا تستطيع أن تذهب لتعلم اللغة التركية، تراك لديه الحل. معهد تراك يقدم لك دورات أونلاين مع مدرسين أتراك مخصصين لك أنت وحدك، بالصوت والصورة وفي الوقت الذي تريد. تواصل مع تراك على واتساب 0352 172 1414. لا تنسى 0352 172 1414. تراكم التركية بين يدي. قصر البرياني صار قصرين. قصر البرياني صار قصرين. زورونا في فرعنا الثاني بالأمينونو، مع إطلالة البحر المميزة وأشهى المأكولات الهندية، فقط عند قصر البرياني. Welcome to Al Jazari Schools of Science and Technology, including both international and Turkish branches. A comprehensive educational vision based on technopark, sociopark, and permaculture. The special eco-friendly educational program, JLP, that nurtures arts and sports along with academic progress. Contact us 0530-930-3320. Al Jazari Schools of Science and Technology, the incubator of tomorrow's scholars. مدارس القدس تعلن عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. أنا ابن القدس ومنها. مدارس القدس حصاد منظومة تربوية ممتدة لأكثر من ربع قرن، منهاج يراعي القيم الحضارية لأمتنا. خصم الدفع النقدي 6% حتى الأول من سبتمبر. باشاك شهير، صفحتنا على فيسبوك @قدس كولاجي أو الرقم 0552 548 48 30. والقدس الله حبيبها. Thank you.
فتح ثغرك يا رمان. جامعتي برعاية مؤسسة يونايتد التعليمية. طريقك للنجاح يبدأ من هنا. ورجعنا لكم من جديد متابعي مسك عم تحضرونا وتتابعونا ببرنامج جامعتي يلي ابترعاه مؤسسة يونايتد التعليمية، المؤسسة يلي إلها باع طويل بمجال الاستشارات التعليمية والجامعية. أكيد بدي أرجع رحب بالأستاذ محمود نجار المرشد الأكاديمي بمؤسسة يونايتد التعليمية. أستاذ محمود، بالقسم الأول من الحلقة كنا عم نحكي عن برامج التبادل الطلابي وبلشنا ببرنامج إيراسموس. رح ننتقل للبرنامج الثاني الموجود وهو برنامج مولانا. مولانا على التركي كمان. مولانا نحكي شوي عنه هذا البرنامج وشوية التفاصيل عنه للمتابعين. طيب، هو أيضا برنامج شبيه برنامج الإيراسموس لكن في فروقات بسيطة. وأول شيء البرنامج تأسس من قبل وزارة التعليم العالي التركية، يعني هو تركي. نعم. إضافة لسنة التأسيس كانت 2011. أيضا يسمح للطالب أنه يدرس سمستر أو فصل دراسي أو سنة دراسية خارج جامعته أو خارج تركيا، لكن بالنسبة للإيراسموس كان فقط جامعات أوروبية. أما في برنامج مافلانا راح يكون من كافة القارات، يعني هو في جامعات من كل القارات، سواء الأمريكية أمريكا الشمالية والجنوبية، أوروبا، أفريقيا، ومعظم الدول يعني وكندا. هاي في شكل عام الفرق البسيط. بالإضافة في فرق بالشروط. بالإيراسموس قلنا أنه لازم يعمل الطالب اختبار لغة إنجليزية، أما هو ممكن إذا كان الطالب عنده شهادة بتكفي، شهادة كفاءة تثبت كفاءته باللغة الإنجليزية تماماً، عشان توفل أو آيلتس أو أي شيء. بالضبط. وطبعاً كل ما كانت المعدل بهاي الشهادة أعلى، كل ما أيضاً بتزيد فرصة قبوله أكثر، يعني أيضاً القبول بيكون بموجب المفاضلة. ودرجة أولى كمان توفر شهادة لغة إنجليزية. نعم، شهادة هو كفاءة. توفر شهادة كفاءة أو اختبار. بس إنه بالإيراسموس لازم حصراً اختبار. ببرنامج مفلانا ممكن شهادة ممكن اختبار. تماماً، في حال معناته توفرت برنامج، في حال توفرت شهادة شهادة كافية تكفي عن شهادة كفاءة باللغة الإنجليزية توفل أو آيلتس. تمام. طيب أيضاً بالنسبة للمعدل كان في شرط بس أوضح للمعدل. بالنسبة إذا كان طالب بكالوريوس لازم ما ينزل معدله أو لازم يكون على الأقل 2.5 من 4. بالإضافة للطلاب الماجستير لازم يكون معدله 3 من 4. نعم، هذا شرط، لازم يكون هيك معدل الجي بي اي تبعه. بالإضافة أيضا لازم يكون أنهى على الأقل سنة دراسية واحدة لحتى يقدر يقدم. معناها هذا الشرط بيشبه الشرط، هذا أيضا بيشبه الشرط الموجود في برنامج إيراسموس، لكن بجوز شوي المعدلات في فروق بسيطة، فروق يعني أعلى بشوي صغيرة. تمام. الفروقات لكن ما تبقى في تشابه كبير. تمام. بالبرنامجين بما يخص بالنسبة أيضا نحكي بس على موضوع الدعم المالي. أيضا في الدعم المالي إن في الإيراسموس بيكون بين 300 ل 500 يورو بحسب الدولة. هون بالليرة التركية بيكون، بما أنه برنامج تركي، صحيح، بيكون من 800 ليرة لحتى 1100 ليرة بحسب الدولة المستضيفة، بحسب برنامج البرنامج. هذا في برنامج مفلانا. بقصد يعني أنه مثلا في حال بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه، ما ما بيختلف، بحسب الدولة بيكون الراتب الدعم المادي بيكون بحسب الدولة. نعم، تمام. هي مرتب الشهري طبعا. هاي بالنسبة للدعم المادي، منيح اللي سلطنا الضوء عليه. إذا بدنا نحكي عن برنامج كمان تاني، لا في صحيح، في برنامج الفارابي، هو الفارابي. نحكي عن برنامج الفارابي، يا ترى في امتيازات عنه عن برامج إيراسموس ومولانا؟ هلا بالنسبة لبرنامج الفارابي هو برنامج تركي تركي، يعني فقط بحق الطالب اللي عم يدرس في الجامعات التركية ينتقل لجامعة أخرى داخل تركيا. تبادل داخلي. تبادل داخلي، يعني أيضا في بعود الفائدة بالطالب، يعني حتى لو ما كان راح يسافر خارج تركيا لكن راح يغير المدينة تبعه، وبالتالي أيضا راح يتأقلم على حياة جديدة. يعني أيضا راح يتعلم يتعرف على أصدقاء جدد. صحيح. يعني أيضا مفيد هذا الموضوع. إذا في حال طالب مثلا عم يدرس بإسطنبول ممكن يدرس سنة دراسية في أنقرة وهكذا. بعدين بالعكس، صحيح، تركيا هي 83 محافظة، يعني فكفيلة. صحيح، كفيلة أنه تغطي. محافظة. تمام. وبتعرف المناطق السياحية في تركيا، يعني صحيح، ما شاء الله كتار. هو مو برنامج سياحي، برنامج تعليمي بس، ولكن طالب يعني من مثل ما قلنا من باب التلوين في حياته الجامعية لربما تكون مفيدة وتنعكس عليه فوائد على الطابع النفسي. نعم، نجي لب الموضوع ببرنامج فارابي. في شروط معينة، في اختلافات عن برامج الاسموس؟ في خصوصية صغيرة في حال كانت الدراسة باللغة التركية، فغير مطلوب انه شهادة لغة، فقط معدله. والمعدل ايضا لازم يكون على الاقل 2 من 4 بالنسبة للبكالوريوس. نعم. و 2.5 من 4 بالنسبة للماجستير ودراسات العليا. يعني في حال كان دراسة باللغة الإنجليزية لازم يكون في عنده شهادة كفاءة باللغة الإنجليزية، أو لازم أيضا يجتاز اختبار اللغة الإنجليزية.
يعني بس فقط هاي الفرق البسيط، وانا الموضوع كله داخل تركيا راح يكون. واكيد كمان نفس الشيء انه لازم يكون الطالب انهى سنه بالاختصاص اللي هو فيه اللي عم يدرسه. تماما تماما يعني لازم مثل الشرطين تبع إيراسموس ومولانا انه لازم يكون انهى السنه الاولى من دراسته باي اختصاص وباي كليه هو فيها. تمام. واختصاصات المعدلات نحكي شوي بالاضافه لموضوع الدعم المادي بالنسبه للفرابي ايضا يختلف. راح يكون بين 500 و700 ليره بحسب المدينه اللي راح يستقر فيها الطالب او راح الدولة المستقبلة أو المدينة المستقبلة. تماماً. بين 500 و700 في حال كان في نفس المدينة أيضا بيحق له، يعني بإسطنبول ممكن يغير من جامعة لجامعة بس ولكن بدون مرتب شهري. هلا هون بقى بيلتغى شرط الراتب في حال كان نفس المدينة. في حال كان نفس المدينة. في حال كان نفس المدينة فقط. تمام. بس نرجع نذكر بالمعدلات المطلوبة هون بالفارابي. الفارابي حكينا من 2 من أصل 4 بالنسبة للبكالوريوس، 2.5 من أصل 4 بالنسبة للدراسات العليا. هذا معدل الشرط المطلوب. طبعا أيضا في مفاضلة أيضا يعني هذا على الحد الأدنى من التقديم، شرط التقديم الحد الأدنى هو 2 و2.5. تمام. طبعا هذا متاح حتى لو للطلاب الأجانب، يعني مو بس للأتراك. طبعا طبعا يعني متاح أي طالب في أي جامعة ممكن يقدم على هذا البرنامج من خلال المكتب الموجود داخل جامعته. ننتقل لفكرة كثير مهمة. في ناس وفي طلاب هلا عم يقولوا يا ترى أنا في حال رجعت على الدولة اخترت برنامج من البرامج سواء كان فارابي مولانا أو حتى إيراسموس، في حال رجعت على الدولة أو رجعت على المدينة اللي أنا كنت فيها، في يا ترى كورسات أو مواد لازم يعيدها الطالب في حال رجع؟ هلا هو الطالب أول شيء رح يطلع يدرس بتخصصه الجامعي الأصلي. صحيح، بس لكن هون يكون دقيق باختيار المقررات اللي رح يدرسها بحيث تكون مطابقة أو مشابهة للمقررات اللي عم يدرسها أساساً في جامعته. نعم. حتى بس يرجع يتم معادلة المواد وبالتالي ما يكون خسر هذه الفترة الزمنية اللي سافر فيها. ممكن يستعين بالمستشار تبعه بالجامعة أدفايسر تابع للطالب، ممكن يستعين فيه مثلا باختيار المواد لحتى تكون بالفعل مطابقة أو المحتوى تبع المادة يكون مطابق للمحتوى تبع المادة يلي موجودة في جامعته، وبالتالي يعني مثلا ما يتعذب وقت بالضبط. في حال اختار طالب مواد بالفعل متطابقة ومتشابهة، مثلا طلع بالسنة الثانية درس سنة خارج تركيا بيرجع السنة الرابعة فبيكون استثمر هاي السنة بالفعل واستفاد منها، يعني صحيح يتم معادلة المواد اللي درسها خارج تركيا. فهي النقطة مهمة. أحيانا بعض الطلاب بيغفلوا عن هذا الموضوع ومثلا بيطلع بيدرس مواد مختلفة ما بينتبه للمحتوى تبع المادة بالضبط وبيرجع ما بيتم معادلته وبالتالي بيخسر هاي الفترة. جميل. فلازم يكون في تطابق للمواد اللي راح يدرسها خارج تركيا. وهي دعوة أكيد بتوجهوها أنتم لحتى يكون اختيار المواد بعناية في حال الواحد هو عادة طالب حريص على هذا الموضوع، يكون عنده معلومة عن هذا الموضوع عادة وممكن يستعين بالأدفايسر تبعه. صحيح. في الجامعة. تمام. هلأ إذا بدنا نحكي عن موضوع كتير كمان يعني عم مطروح هلأ، الفيزا طالب الفيزا اذا كان طالب اجنبي اذا كان طالب اجنبي او تركي وراح يطلع مثلا على اي دوله اوروبيه ياخذ اول شيء اثبات بالقبول. قبوله راح يكون في هاي الدوله في هاي السفر، ياخذ اثبات قبول وبيقدم على سفاره البلد المستقبله. نعم. بيقدم طلب الحصول على الفيزا وبيحصل على الفيزا يعني خلال فترة معينة. بحسب السفر وبحسب البلد طبعا هذا الموضوع بيختلف. ممكن بحسب جنسية الطالب كمان بيختلف. هاي النقطة الصراحة كنت جاي أسألك عن أنه السوري يا ترى ممكن هون الوضع السوري يمكن الطالب السوري ممكن شوي يواجه تعقيدات بهذا المجال. حسب الدول هون لازم يختار الدول تقدم تسهيلات في هذا الموضوع. في إلى تسهيلات. تمام. هلا اذا بدنا نحكي طيب استاذ محمود شويه نصايح ممكن انت تقدمها للطلاب يلي حابين عن جد يخوضوا تجربه برامج التبادل الطلابي باختلافه إيراسموس فارابي او مولانا. هو يعني بشكل عام شوية يعني نصايح هي برنامج التبادل برامج التبادل الطلابي هي مثل ما حكينا ببدايه الحلقه بترجع بالفائده الكتير كبيره على الطالب، ما عدا موضوع السياحه بيتعلم لغه جديده بيقوي امكانياته باللغه الانجليزيه، احيانا بيتعرف على اصدقاء جدد، بيثبت امكانياته ومسؤوليته. يعني مثلا طالب اليوم استقر مع اهله مثلا عم يدرس طلع درس سنه لحاله فيعني زاد عنده احساسه بالمسؤوليه وتحسن عنده مسؤولياته تحسنت صار يعتمد على نفسه اكثر، فالتجربه يعني بتفيده على كل الاصعده. بعتقد كثير من الطلاب بفوتوا مراحل الدراسه تبعهم سنوات الدراسه وما بيستثمروا هاي الفرصه، بنصحهم انه يروحوا يتوجهوا لمكاتب إيراسموس او مكاتب التبادل الطلابي لحتى يقدموا ويشوفوا الفرص المتاحه لهم لربما إن شاء الله يستفيدوا منها. يعني هي ميزة مهمة بصراحة. نعم. يعني أحد المزايا المهمة في الجامعات التركية بين إيدين الطالب. صحيح. يستثمرها ما بيخسر شيء، يعني خاصة إذا كان طالب متفوق وعنده إمكانيات جيدة في معدلاته الدراسية. بصراحة أحكي لك عن تجربتي باختصار، أنا بتذكر أنه كنت خاف أقرب على برامج التبادل الطلابي لأنه أقول أكيد أنا ما بيطلع لي أنه أقدم.
فهلا بهالحلقه اليوم كثير وصلت لي الموضوع وقلت يا ريتني ما روحت علي فرصه. ها انت من احد الاشخاص اللي فوت عليه المرحله الجامعيه وبدون ما يستثمر هذه الفرصه. صحيح تماما. فانا النصيحه اللي بوجهها لاي الطلاب لاي الشريحه من الطلاب حاليا طلاب جامعات او المقبلين على الدراسه في الجامعات يعرفوا انه في ميزه مهمه ممكن يستفيدوا منها في الجامعات التركيه يستثمروها ويقدموا عليها. ما بيمنع يقدم مره ومرتين وكل سنه يقدم لحتى ان شاء الله يحصل قبول. تمام. في حال كان معدل وامكانياته جيده اكيد فرصة القبول بتكون قريبة له إن شاء الله. في ترى مشكلة في حال يعني أو مو وارد هذا الشيء ما بعرف أنا حابة هلأ أسأله. في مشكلة في حال مثلاً الطالب حب يغير الاختصاص يعني يختار مواد شوي بعيدة عن اختصاصه ممكن هي تعمل له عرقلة بهذا الموضوع. ما في عرقلة بس ولكن ما راح يستفيد على يعني راح يرجع على جامعته. راح يواجه إنه أنا درست هاي الفترة ولكن أنا ما يعني بقيت مكاني بنفس السنة الدراسية ما تحسنت أو ما تطورت يعني. نعم. على مستوى السنوات الدراسية اللي عم يدرس فيها فلا يكون حريص يعني يختار مواد مشابهة لتخصصه أفضل. هلا في بس يعني مثل ملاحظة صغيرة بالنسبة لإراسموس ما ذكرناها هو في نوع أن أكاديمي بيطلع على جامعة بيدرس بيكمل دراسته وفي نوع آخر للإراسموس هو تدريبي أو ستيج أو تريننج بيطلع تدريب فقط على أحد المشافي مثلا إذا كان بيدرس تخصصه الصحي أو أحد المصانع إذا كان مهندس مثلا خارج تركيا. كتير حلوة هاي فترة تدريبية لا تقل عن شهرين ولا تكثر عن لا يعني ما بتزيد عن السنة الدراسية يعني بين شهرين لسنة خلينا نحكي تماما يعني هاي ممكن أيضا يعني مو شرط أطلع أدرس ممكن أطلع أتدرب على شيء من ضمن اختصاصي يعني. فينا نحكي نرجع كأنه الاختصاصات العلمية بس الاختصاص لا حتى لو كان هندسي يعني أحد المصانع مثلا إذا كان مهندس ميكاترونيكس ممكن يطلع يدرس أو يتدرب يعمل ستيج مثلا في احد الدول الاوروبيه مثلا لمده شهرين على الاقل انه سنه دراسيه على الاكثر. هون في دعم مادي اكثر حتى احيانا بيكون الراتب الشهري على الاقل بيكون 400 يورو وعلى الاكثر بيكون 800 يورو بحسب الدوله وبحسب مستواها الاقتصادي اكيد هي بس في حال كان تدريب وايضا نفس الشروط ايضا بيساعدوا بايجاد سكن اكيد ايجاد سكن بس ولكن بيكون السكن من حساب الطالب. تمام. نحكي هلا كلمه ختاميه حابب توجهها للطلاب حابب توجهها لحد اي حد عم يسمعنا حاليا عنده اولاد بده يشجعهم لحتى يدخلوا تجربة ويخوضوا تجربة برامج التبادل الطلابي كيف فينا نوجه لهم هالنصائح؟ هي يعني فرصة بين ايديهم يعني يعني بنصحهم انه يستثمروها خلال سنوات الدراسة ويتوجهوا مثل ما قلت لمكاتب إيراسموس مكاتب الفارابي الموجودة في جامعاتهم او مكاتب ميفلانا فرصة حقيقية تستثمر يعني يستفيدوا منها وايضا الطلاب الجدد المقبلين على الدراسة يعرفوا انه في اذا في حال سجل وبدا بالدراسة راح يكون في عنده فرصة ثمينة يحاول يحافظ على معدله عالي تمام أكيد. لحتى تزيد فرصته أكثر. تمام. وبتمنى أكيد التوفيق لكل الطلاب والمستمعين اللي عم يسمعونا حاليا أكيد وتحياتنا للجميع أكيد. أكيد نحن بالنهاية أستاذ محمود بالفعل بدنا نشكرك على هالمعلومات المهمة جدا اللي قدمت لنا إياها بما يخص وأنا صراحة كتير استفدت منها كمان بهذا الموضوع بدنا نشكرك أكيد على هالمعلومات الأستاذ محمود نجار المرشد الأكاديمي المرشد الأكاديمي في مؤسسة يونايتد التعليمية. مشكورة كثير أنسي هلا للاستضافة وكلك ذوق وأكيد إن شاء الله بتمنى تكون معظم الطلاب اللي عم يسمعونا يستثمروا هاي الفرصة إن شاء الله. شكرا لك أستاذ. متابعينا صار الوقت لنروح لفاصل دقة الساعة وبنرجع بعده لنكمل باقي حلقتنا. جامعتي برعاية مؤسسة يونايتد التعليمية طريقك للنجاح يبدأ من هنا. الثانية عشرة مساء بتوقيت حلويات السلطان في اسطنبول. شركة السلطان العالمية للسنة الثانية على التوالي تحصد جائزة أفضل مذاق في العالم للحلويات الشرقية. نهديكم هذا النجاح ونعدكم بمزيد من التألق. حلويات السلطان، الحلو من ذهب. أنا مش مصدق عيني من زمان يا فلوكة، ده احنا دخنا على ما ناكل سمك اون نمرة. لا وكمان جايبين امهر شيفات من مصر، الطعم مش قادر اوصفه. اشي طواجن وشربات والسمك مقلي ومشوي وما اقولكش بقى على الملوخية بالجمبري والقعدة حكاية تانية خالص.
فلوكة للمأكولات البحرية، شيش لإسطنبول 0537-047-71. بابا بدي مدرسة خصوصي. وليش بقى؟ بعمرنا ما عملناها. المدارس تركية وأنا بقعد والله مو فهمانة شي. إيه والله اشتهيت أرجع الأولى مثل ما كنت. بابا بدي اشتراك فصيح. فصيح؟ والمعنى؟ فصيح هو مدرسة تعليمية على الإنترنت بشرحوا الدروس بالعربي وعندهم كتب مطبوعة. هاد غير كورسات التركي وكمان تأهيل لامتحان اليوس. كل هاد؟ هاد غير المتابعة الشهرية والتقييم. طيب وال... فهمت عليك بابا، من هاي الناحية طمة. الاشتراك سعره ولا بالخيال. يلا يلا اتصل فيهم هلأ، سجل عنده 0543-59-55-355. مبروك يا عمري. يا عين، شو هالعلامات هاي؟ لك يسلموا لجماعة فصيح. فصيح.org، النجاح معنا أسهل. الآن من شاي الملوك، شاي العربي الأول باسطنبول ولفترة محدودة. اشتري عبوة شاي 400 جرام واحصل على كوب شاي فاخر مجانا. خلي مزاجك رايق دايما مع شاي الملوك. ليفان ليفان مدرسة ليفان، منهج لبناني معتمد دوليا، مدرسة ذات معايير عالمية متعددة اللغات. ليفان صديقة لأبنائك من الروضة وحتى التعليم المتوسط مع خصومات ومنح ومزايا عديدة. للتواصل 0536-668-31-75. مدرسة ليفان، من هنا تشرق المعرفة. أهلا وسهلا بهيرة خانم، اتفضلي. ما في شي من واجبك؟ يسلم إيديك يا شهود. عجبك الأكل بالله؟ إيه طبعاً لازم يعجبني، ليش مطعم أونو عليه كلام؟ لك شو مطعم ما مطعم؟ ما تشغل إيدي. لا تشلشيني، هاد أونو، حارتنا ضيقة ومنعرف بعضنا. هاي البيتزا من عند أونو، لك لكان والكريسبي والشاورما كمان. كشفتيني يا بهيرة، يا على عيونك شو قوية. إيه طبعاً خلطة أونو مميزة وما في مثلها. ويني فيكي تاخدي من عنده كمان جاهز وتقلي شوي بالمقلاية وصحة وعافية. عنده كوردون بلو وفهيتا، لك هذا غير الفروج المشوي والبروستيد وأشكال كتيرة من الأكل الغربي. مدام انكشفنا وانكشفنا لنحكي العنوان. أونو صاير بالكايا شهير، مافيرا واحد، مقابل حديقة الميلات بهشس. أما تليفونه 0544-770-9000 أو 8000. صحيح اليوم الماسك مغطي أسناني، بس لازم أحافظ على صحتهم وبياضهم. رودنت بشاك شهير تعالج أسنانك وتزيل وجع العصب بجلسة واحدة. خبرة ومعدات حديثة ونظام تعقيم أوتوكليف خاص بمتابعي مسك. كرت العائلة لك ولأطفالك. اتصل بنا على 0534-503-550. رودنت، لابتسامة صحية ومشرقة. سارع الآن بحجز شقتك في أفضل مشاريع إسطنبول العقارية، نقداً وبالتقسيط وبخيارات متنوعة تناسب جميع الميزانيات. اتصل الآن وخذ استشارتك المجانية. هارمون العقارية، الخيار الموثوق. 0552-702-2060. لك ايه على أيام زمان وأكلات أيام زمان، طبخ الميمة وستي. ايه والله معدين عاد. لك عقيد، مطعم صحتين، طبخ شرقي وعقصوله، كباب ومحاشي، لك وغربي كمان. صلاة محمد عم تحكي جاه؟ والقعدة شي آخر رواق. لك شو بنا عقيد؟ عمطعم صحتين يلا، لكوكب أكسراي أمام الترامباي الحسكي. مطعم صحتين 0531-464-64. مطعم صحتين، أصل المذاق عنا. مدارس مايلستون الدولية، منهاج أمريكي واعتماد تركي مع إدارة دولية. نصون القيم ونحفظ الهوية. مدارس نباتية وبنية تعليمية متكاملة. قاعات دراسية تراعي التباعد الاجتماعي. قاعات رياضية. مسبح ومسرح.
مجمع باطي شهير اسطنبول. للاتصال 0552 728 13 13. مدارس مايلستون الدولية، عندما يمتزج التعليم بالسعادة. Welcome to Al Jazari Schools of Science and Technology, including both international and Turkish branches, a comprehensive educational vision based on technopark, sociopark, and permaculture. The special eco-friendly educational program, JLP, that nurtures arts and sports along with academic progress. Contact us 0530-930-3320. Al Jazari Schools of Science and Technology, the incubator of tomorrow's scholars. مدارس القدس تعلن عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. أنا ابن القدس ومنها. مدارس القدس حصاد منظومة تربوية ممتدة لأكثر من ربع قرن، منهاج يراعي القيم الحضارية لأمتنا. خصم الدفع النقدي 6% حتى الأول من سبتمبر. باشاك شهير، صفحتنا على فيسبوك @قدسكولاجي أو الرقم 0522-548-48-30. والقدس الله حبيها. جامعتي برعاية مؤسسة يونايتد التعليمية. طريقك للنجاح يبدأ من هنا. ورجعنا لكم عن جديد متابعينا. أكيد مثل ما صرتوا تعرفوا ببرنامج جامعتي، البرنامج اللي بيهتم بأخبار الجامعات التركية والمؤسسة وبرعاية مؤسسة يونايتد التعليمية اللي إلها باع طويل بمجال الاستشارات التعليمية والجامعية. مثل ما خبرناكم ومثل ما صرتوا تعرفوا أنه هدف برنامجنا يحكي عن جامعة من الجامعات اللي بتهم أكيد عدد من الطلاب. اليوم حنحكي عن جامعة قبرص للعلوم. بدي أرحب بالأستاذ أمين ديفريم فدان، مسؤول قسم الطلاب الأجانب بجامعة قبرص للعلوم. خوش قادنس، أهلا وسهلا. مرحبالار، hoş bulduk. Öncelikle MİSKEFM bize bu daveti göndermiş olduğu için ve United dedik gruba da bu süreçte bize destek verdiği için teşekkür ederim. جزيلا لكم على دعمكم لنا واحيي كل طبعا المستمعين. تمام. انا مسؤول جامعه قبرص. بدايه استاذ امين، ممكن تعطينا معلومات عامه عن الجامعه، لمحه تعريفيه عن جامعه قبرص للعلوم؟ tabii ki öncelikle اولا قبل كل شيء طبعا قبرص الشمالية هو عنوان لكل طالب، فكل الطلاب الذين يودون المجيء إلى هنا نحن نقدم لهم كافة التسهيلات. وجامعتنا أول ما تم تأسيسها كان يقوم باستقبال الطلاب بحسب الجودة التعليمية بما يتوفر مع الجودة التعليمية في دول الاتحاد الأوروبي. وطبعا في قبرص الشمالية كما تعرفون نحن موقعنا في منطقة جيرنا، مدينة جيرنا وهي موقع جغرافي ممتاز للسياحة. وطبعا وفي عام 2013 تم تأسيس هذه الجامعة، وتم تأسيس هذه الجامعة وفق الاتفاقيات مع إسطنبول. وطبعا هناك حوالي 22 دولة مختلفة نحن نستقبلهم هنا في جامعتنا ونقوم بتقديم الدعم لهم لأجل تلقي تعليمهم في جامعتنا. وأيضا جامعتنا هي جامعة ذي العصر الجديد. نعم أستاذ أمين، لو نحكي عن أهم التخصصات والبرامج الأكاديمية اللي
اللي بتقدمها الجامعة، يعني حكينا لمحة تعريفية عن الجامعة، نذكر أهم التخصصات أو البرامج الأكاديمية المقدمة بالجامعة، شو هي لغة التدريس فيها؟ نحن في جامعتنا نحن نقدم التعليم باللغة الإنجليزية والتركية بنفس الوقت، وفي كما تعرفون في برامجنا هناك حوالي 8 كليات مختلفة، هناك حوالي 1 معهد للتعليم العالي و7 طبعا كليات مختلفة، ولدينا 4 مدارس، فلدينا هناك 2 منها نعطيها التعليم باللغة الإنجليزية والبقية باللغة التركية، فهناك لدينا برامج طبعا. فإذا كانت الطلاب الأجانب إذا اختاروا جامعة قبرص، فنحن إذا كانوا يريدوا نقدم لهم برامج تحضيرية باللغة الإنجليزية أو اللغة التركية كما يرغبون. وطبعا فكما تعرفون هناك لدينا طلاب يأتون من تركيا، فنحن نقدم برامج باللغة التركية أيضا بالنسبة لهم أيضا. نعم جميل جدا. السؤال اللي كتير من الطلاب حاليا عم يتمنوا يلاقوا جواب شافي عنه هو يا ترى هل جامعة قبرص العلوم بتقدم منح للطلاب أو خصومات للطلاب الأجانب؟ şöyle ifade edebilirim. نحن في جامعتنا وإذا قارنا جامعتنا بجامعات التركية فنحن جامعتنا جامعة صديقة للطلاب، فطبعا فهناك نحن نقدم الدعم للطلاب، فهناك أناس كثيرون يسألوننا هذا السؤال، هل تقدمون منح لهؤلاء الطلاب؟ فكل شخص يقوم بمراجعة الطالب الجامعة، فنحن نقوم بتقديم منحة لهم في البداية. وكما تعرفون هناك لدينا بعض البرامج الأخرى التي نستطيع ندخلهم مثلا في تركيا أو الذين أتوا من مناطق مختلفة من العالم ويراجعون جامعتنا، فنحن حوالي 75% من المنح نقدمها لهؤلاء الطلاب. ونحن نقول لكل مستمعيننا، فإذا كنتم تراجعون جامعتنا وكانت شروطكم مناسبة للمراجعة، فعن طريق مجموعة ومؤسسة اليونايتد التعليمية نحن نقدم حوالي 75% منحة لهؤلاء الطلاب الذين يراجعون عن طريق مؤسسة اليونايتد التعليمية. جميل جدا هذا الكلام. إذا نحكي عن الجامعة، جامعة قبرص العلوم، يا ترى هل فيها نوادي طلابية؟ نحكي شوي عن النشاطات الترفيهية اللي ممكن تقدمها جامعة قبرص العلوم للطلاب. قبرص العلوم الأساسي يقلشك 25 حوالي 25,000 طالب لدينا، نحن نقوم باستقبالهم. فكما تعرفون هناك فأستطيع أن أقول لكم حوالي 100,000 طالب موجود في قبرص. نعم، هذه الجزيرة تحتوي على عدد كبير من الطلاب، وهي عبارة عن جزيرة تحتوي طلاب دوليين في كافة أنحاء العالم، وهذا مكان ممتاز لممارسة الأنشطة بالنسبة للطلاب، ولها مكان واسع وشاسع لاستقبال الطلاب، ولدينا طبعا مناظر جميلة هناك في قبرص على ساحل البحر، وهناك أماكن ورحلات كثيرة نحن نقوم بها للطلاب، ونقوم بتنظيم رحلات ونزهات لهؤلاء الطلاب ليستمتعوا بالطبيعة، وهناك أنشطة اجتماعية كثيرة جدا نقوم بها. فكجامعة قبرص العلوم فنحن كل يوم نحن نذهب إلى الطلاب ونمارس معهم بعض الأنشطة وبعضه في أثناء التعليم، فنحن أيضا نقوم بإضافة أمور جديدة لأجل ممارسة الأنشطة الاجتماعية ليضيفوا أشياء جديدة على حياتهم بالإضافة إلى التعليم الذي يتلقوه، ونحن نقوم بممارسة أنشطة كثيرة اجتماعية معهم، وبالتالي يكتسبون تجارب جديدة ويكتسبون خبرات جديدة من خلال دراستهم في جامعتنا. فطبعا نحن نحضرهم للحياة في كافة مجالاتها. جميل جدا. سؤال كمان أستاذ أمين، يا ترى شو هي التسهيلات اللي بتقدمها الجامعة للطلاب من ناحية تأمين السكن الطلابي؟ أبد. نعم، جامعة قبرص للعلوم فنحن لدينا مؤسسة اجتماعية هناك منشأة اجتماعية، فنحن نقوم باستقبال طلاب هنا لأجل استقبالهم هنا ولأجل إيوائهم هنا ولأجل ممارسة الأنشطة الاجتماعية لديهم. فطبعا فلدينا في الحرم الجامعي هناك عديد من الاتفاقيات التي قمنا بإجرائها مع عدة الدول، طبعا فنحن
نحن نتعامل معهم معاملة خاصة ونقوم باستقبالهم ونقوم بتنظيم استقبالهم وإيوائهم في هذه المنشأة الاجتماعية التي تحدثنا عنها. وهناك لدينا سرافيس لنقل الطلاب من الجامعة إلى السكن الجامعي الذي يسكنون فيه ويقتضون فيه، فهناك لدينا اتفاقيات عديدة مع الدول بهذا الخصوص. نعم أكيد رح نتابع معك أستاذ أمين، لكن متابعينا رح نروح لفاصل إعلاني قصير ومنرجع بعده لنتابع حلقتنا. جامعتي برعاية مؤسسة يونايتد التعليمية. طريقك للنجاح يبدأ من هنا. أهلا وسهلا بهيرة خانم، اتفضلي، ما في شي من واجبك؟ يسلم إيديكي شهوتي. عجبك الأكل بالله؟ إيه طبعاً لازم يعجبني، ليش مطعم أونو؟ عليه كلام؟ لك شو مطعم ما مطعم؟ هاد شغل إيدي. لا تشلشيني، هاد أونو، حارتنا ضيقة ومنعرف بعضنا. هاي البيتزا من عند أونو، لك لكان والكريسبي والشاورما كمان. كشفتيني يا بهيرة، يا على عيونك شو قوية. إيه طبعاً، خلطة أونو مميزة وما في مثلها. ويني فيكي تاخدي من عنده كمان جاهز وتقلي شوي بالمقلاية وصحة وعافية. عنده كوردون بلو وفهيتا، لك هذا غير الفروج المشوي والبروستيد وأشكال كتيرة من الأكل الغربي. مدام انكشفنا وانكشفنا لنحكي العنوان. أونو صاير بالكايا شهير، مافيرا واحد، مقابل حديقة الميلات بهشيس. أما تليفونه 054-770-9000 أو 8000. بابا بدي مدرس خصوصي. وليش بقى؟ بعمرنا ما عملناها. المدارس تركية وأنا بقعد والله مو فهمان شي. اي والله اشتهيت أرجع الأولى مثل ما كنت. بابا بدي اشتراك فصيح. فصيح؟ والمعنى؟ فصيح هو مدرسة تعليمية على الإنترنت بشرح الدروس بالعربي وعندهم كتب مطبوعة، هاد غير كورسات التركي وكمان تأهيل لامتحان اليوس. كل هاد؟ هاد غير المتابعة الشهرية والتقييم. طيب وال... فهمت عليك بابا، من هاي الناحية طمه. الاشتراك سعره ولا بالخيال. يلا يلا اتصل فيهم هلأ، سجل عنده 0543-59-55-3-55. مبروك يا عمري. يا عين شو هالعلامات هاي؟ لك يسلموا لجماعة فصيح. فصيح دوت أورج، النجاح معنا أسهل. فصيح. الآن من شاي الملوك، شاي العربي الأول باسطنبول، ولفترة محدودة اشتري عبوة شاي 400 جرام واحصل على كوب شاي فاخر مجانا. خلي مزاجك رايق دايما مع شاي الملوك. ليفان ليفان مدرسة ليفان، منهج لبناني معتمد دوليا، مدرسة ذات معايير عالمية متعددة اللغات. ليفان صديقة لأبنائك من الروضة وحتى التعليم المتوسط مع خصومات ومنح ومزايا عديدة. للتواصل 0536-668-31-75. مدرسة ليفان، من هنا تشرق المعرفة. جامعتي برعاية
مؤسسة يونايتد التعليمية. طريقك للنجاح يبدأ من هنا. مرة جديدة رجعنا لكم متابعي مسك أكيد ببرنامج جامعتي، هذا البرنامج اللي بيقدم معلومات عن الجامعات وبترعاه مؤسسة يونايتد التعليمية واللي إلها باع طويل بمجال الاستشارات التعليمية والأكاديمية. أكيد ضيفنا الأستاذ أمين ديفريم، مسؤول بمكتب الطلاب الأجانب بجامعة قبرص للعلوم. بدي رحب فيك مرة تانية، أهلا وسهلا فيك. تكرر وش قالك؟ أهلا وسهلا. بالفصل اللي بدنا نحكي كنا عم نحكي عن موضوع جدا مهم أستاذ أمين، وهو شو هي التخصصات يلي موجودة بالجامعة، يا ترى في حال كان الطالب أي لغة بتقدم بأي لغة، وفي حال كان الطالب ما بيجيد لغة البرنامج اللي اختاره، هل في مجال لأنه يتعلم اللغة؟ programın ilk bölümünde نحن في معهدنا لتعليم اللغة لدينا معهد تحضيري أيضا ومعهد طبعا يجب علينا نعرف ببرامجنا كما قلت لكم أي برامج موجودة لدينا في مؤسستنا يجب أن نشرح لهم. مثلا لدينا الأشخاص الذين يريدون تلقي التعليم العالي، فلدينا مثلا إدارة الفنادق باللغة الإنجليزية، طبعا بالنسبة للتعليم التمريض باللغة التركية، هذا بالنسبة للماستر أيضا، فلدينا بالنسبة للMBA أيضا باللغة الإنجليزية، فلدينا 8 كليات كما قلت لكم سابقا. فمثلا كلية الهندسة لدينا برامج أيضا، مثلا بالنسبة لهندسة ميكاترونيك الهندسة الكهرباء والميكانيك والحاسوب، فنحن نقوم بتعليم التعليم باللغة الإنجليزية والتركية، وأيضا لدينا بالنسبة لدراسة فنون الجميلة كلية الفنون الجميلة كلية العلوم الصحية كلها باللغة الإنجليزية. نعم، ففي هذه السنة أيضا أضفنا برنامج جديد كلية الحقوق، هناك كلية الحقوق الدولية أيضا باللغة الإنجليزية. فطبعا الأشخاص الذين يدرسون ويريدون أن يسجلوا في كلية الحقوق قسم الحقوق الدولية والقانون الدولي فيتلقون التعليم باللغة الإنجليزية. فإذا كان هناك لدينا مثلا كلية الحقوق باللغة التركية وأيضا التمريض باللغة التركية والعلاج الفيزيائي باللغة التركية وأيضا العلوم الصحية أيضا وغيرها من الكليات لدينا برامج باللغة التركية أيضا، فالذين يريدون أن يدرسوا باللغة التركية هناك اختصاصات باللغة التركية أيضا، والذين يودون تلقي اللغة الإنجليزية لدينا اختصاصات أيضا باللغة الإنجليزية. فنحن بالنسبة لدينا برامج تحضيرية للتعليم اللغة الإنجليزية أيضا، فمثلا قد لا تعرفون اللغة التركية أبدا ولا تعرفون اللغة الإنجليزية أبدا، فقد يكون هناك لدينا طلاب يتحدثون اللغة الفرنسية لا يعرفون التركية ولا الإنجليزية، فإذا أرادوا مثلا يتعلموا اللغة التركية وبعد ذلك يدخلون الامتحانات وإذا استاذوها يبدأون بالتسجيل في الجامعة لتلقي تعليمهم باللغة التركية. فالأشخاص الذين مثلا يريدون التسجيل في شباط لا يستطيعون تسجيل أنفسهم هنا في تركيا، ولكن نحن نستطيع أن نسجلهم خلال 3 أشهر، فإذا وصل إلى مرحلة مهمة جدا في اللغة الإنجليزية أو التركية في وسط طبعا السمستر يستطيع، أو في وسط طبعا القسم الثاني يستطيع أن يكمل دراسته. أكيد معلومات مهمة جدا ودقيقة للغاية. أستاذ أمين، لو بنحكي هلأ عن المعيشة بقبرص، إيجابيات وسلبيات المعيشة بقبرص برأيك حسب معلوماتك؟ Ben 2018 yılında Kıbrıs'a taşındım. أنا كنت أعيش طبعا في جامعة صديقة في إسطنبول وبعد ذلك انتقلت إلى قبرص. طبعا فكان في ذهني نفس هذا السؤال الذي سألتيه، مثلا أنا لم أكن أخطط للمعيشة هنا في قبرص، فعندما انتقلت إلى هناك شاهدت أن الطلاب أن يعيشون بشكل سهل جدا، فهناك إمكانيات كثيرة تقدم
للطلاب وفرص كثيرة تقدم للطلاب، فالإمكانيات التي تتاح للطلاب كثيرة جدا، وهناك طبعا الأسعار مناسبة جدا. وبالنسبة للسكن أيضا فجامعتنا هناك بعض المؤسسات التي اتفقنا معها، فنحن مثلا طلابنا في السكن الجامعي تناولون طعامهم هناك ويأتون بشكل مجاني إلى الجامعة عن طريق السرافيس نعم. التي نقدمها لهم، فهناك معيشة سهلة أكيد. جدا. أكيد أستاذ أمين نجي لأهم سؤال. هلا كثير ناس الطلاب عم يسألونا الخطوات اللي ممكن يمر فيها الطالب للتسجيل بجامعة قبرص للعلوم، كيف ممكن يحصل حتى الطالب على فيزا لقبرص في حال خلص نوى يدرس بقبرص بجامعة قبرص للعلوم؟ نعم لا يوجد فيزا في قبرص، لا يوجد فيزا لقبرص. عندما أتحدث عن مثلا باكستان ونيجيريا إذا خرجناها فكل الدول ليس لديها فيزا نظام التأشيرة، فإذا كان الطلاب يقيمون في تركيا أو يأتون من خارج تركيا فيستطيعون يأتون من دون تأشيرة إلى قبرص، وبعد تسجيلهم طبعا في الجامعة يستطيعون الحصول على إقامة والإقامة في قبرص. نعم بالأمور الأخرى فكما تعرفون الطلاب الذي يريدون أن طبعا يأتوا نحن نريد منهم شهادة الثانوية ويكون لديهم صفحة لجواز سفر ساري المفعول ويكون لديهم شهادة مترجمة طبعا ومصدقة، وبالتالي نستطيع وأيضا مجموعة يونايتد التعليمية الذين يراجعون الطلاب على هذه المؤسسة يستطيعون أن يتلقوا المساعدة كما قلت لكم بنسبة كبيرة من المنح، وهناك مستشارين أيضا نقدم لهم، وهناك نسبة 75% من المنحة يقدم لهؤلاء الطلاب إذا راجعوا مجموعة يونايتد أكيد التعليمية. بسؤالنا الأخير أستاذ أمين لو بنحكي باختصار عن أهم الإجراءات اللي اتخذتها جامعة قبرص للعلوم بظل جائحة كورونا اللي ما زالت مستمرة، هل يا ترى في قرارات بشأن آلية التعليم إيقافه أو متابعة التعليم؟ أقول لكم عن قبرص في البداية، طبعا هناك 4 حالات في قبرص، حالات قليلة جدا وهذا لا يعبر عن شيء حسب معلوماتي. طبعا فعندما ظهرت طبعا أزمة وتفشي جائحة كوفيد 19 فكما تعرفون كل الطلاب لم يتأذوا ولم يتأثروا، وهناك لدينا أعضاء طبعا في الجامعة أيضا هم يقومون بالتعاون مع المؤسسات الأخرى، وطبعا هناك الطلاب الذين بقيوا في بلادنا لم يستطيعوا الذهاب إلى بلادهم، فنحن أول مرة نحن قمنا ببعض الأعمال، نحن قمنا برعايتهم، وكل الطلاب الذي عانوا مشاكل قدمنا الدعم لهم بهذا الخصوص. ففي خلال هذه الفترة طبعا قدمنا التعليم وقدمنا لهم التغذية وأمننا لهم المأكل وقدمنا لهم كافة وقدمنا طبعا الدعم الطبي للطلاب الذين يحتاجون إليه وقدمنا لهم شخصيا. نعم فنحن قمنا بتقديم الرعاية التعليمية والصحية والمأكل والمشرب وكل هذه الأمور، قمنا بإيجاد حلول كثيرة في هذه الفترة. وبعد ذلك ماذا سيحدث؟ نحن في جامعتنا كما قلنا لكم فنحن جامعة موجودة في منطقة جغرافية وموقع سياحي، فنحن طبعا نقوم برعاية التباعد الاجتماعي بشكل كبير جدا، ونقوم بحماية طلابنا ورعايتهم بشكل صحيح. بنتمنى أكيد السلامة والصحة لجميع العالم ولجميع الطلاب. أكيد بصراحة أستاذ أمين الوقت داهمنا ويعني للأسف وصلنا لنهاية حلقتنا. أكيد متابعينا بدي أتشكر الأستاذ أمين ديفريم فيدان كان معنا من مكتب الطلاب الأجانب بجامعة قبرص للعلوم على المعلومات اللي قدمنا إياها. بدنا نشكرك كثير. بدنا دعوتك مش وضمن زين نواصل وضمن سيزيرة شو اسم جامعتي. أشكركم جزيلا دعوتكم. أكيد بدي ما أنسى متابعينا أتشكر الأستاذ محمود نجاري اللي قدم لنا المشهد الأكاديمي كمان لمؤسسة يونايتد التعليمية على المعلومات المهمة اللي قدمنا إياها بالقسم الأول
الأول من الحلقة. وأكيد بدنا نشكر كمان الأستاذ أمين ديفريم فيدان على المعلومات كمان المهمة اللي قدمناها. وما بدي أنسى أشكركم أكيد متابعينا، شكر موصول لكم على حضوركم ومتابعتكم لنا. أكيد بتذكركم أنه لقائنا رح يتجدد الأسبوع القادم يوم الخميس الساعة 11:30، رح نحكي عن أخبار جديدة حول الجامعات بتهم كل الطلاب العرب والأجانب برعاية مؤسسات يونايتد التعليمية. بدي أتمنى لكم أوقات ممتعة ونهاية أسبوع سعيدة، تبوا بألف خير، إلى اللقاء. جامعتي برعاية مؤسسة يونايتد التعليمية، طريقك للنجاح يبدأ من هنا.